ثلاثة استحقاقات تدور في فلك لبنان، بدايتهم واضحة ولكن النهاية مجهولة. الأول إقالة حاكم مصرف لبنان الرياض سلامي، فهو المطلب الأساس لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي، علما أنه جدد لسلام العام 2017. الثاني تشكيل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة جديدة، عمليا الملف مجمد، فميقاتي يحمل بيد تصريف الأعمال وباليد الأخرى التكليف، الذي سيسقط بحال لم يشكل حكومته الأخيرة في عهد الرئيس عون ليحمل صلاحياته. أما الاستحقاق الثالث فانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث الجهد العابر للحدود الداخلية إلى مباركة خارجية بفخامة الرئيس، فهي أشبه بتسوية غير واضحة المعالم حتى الساعة. دخول الرئيس عون إلى القصر الجمهوري سبقه تعطيل وفراغ رئاسي، وصولا إلى الضجة التي حصلت داخل البرلمان أثناء انتخابه. ميشيل عون، أحلف بسم الله العظيم، أحلف بالله العظيم، أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية. ولكن هل سيترك إنجازا مدويا قبل نهاية ولايته؟ الرئيس ميشيل عون رح يختم عهده بالتدقيق الجنائي يلي هو بدأ واللي هو خلال ولايته رح ينتهي ورح تطلع نتيجته، ورح يختم ولايته طبعا بشكل مشرف بما يخص حاكم مصرف لبنان. لذلك يعني نحن بنعتبر انه موضوع حاكم مصرف لبنان غير مرتبط بملف الرئاسي، ولكن او بملف ولاية الرئيس، ولكن الرئيس عون حريص على جملة امور، ومن بينها انهاء هذا الملف العالي. في قاضي رفض الادعاء وعم بيتهرب، وعم قاضي ابو حيدر يعني لحد الان معروف انه هو رفض الادعاء على رياض سلامه لحد الان بحجج يعني طبعا ضمن القانون. عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور ذهب إلى أبعد من إلقاء مسؤولية تشكيل الحكومة على عاتق ميقاتي، الذي لم يبدي مرونة سياسية عبر فتح هامش للرئيس عون من خلاله يكون له دور أساسي في تسمية الوزراء المسيحيين. فبرأيه فإن ميقاتي يناسبه حكومة غير أصيلة. مبين تماما من أداء الرئيس ميقاتي أنه لا يريد تشكيل حكومة، لأنه عندما يذهب إلى الاصطدام بالرئيس من أول 24 ساعة بعد إنهاء الاستشارات، فهو بهذه الوسيلة هرب من تشكيل الحكومة. اليوم قد يكون أنه رئيس ميقاتي ما بده يشكل حكومة، وقد يكون ما بده يواجه استحقاقات إلى علاقة مثلا بحاكم مصرف لبنان. المزاد الرئاسي لم يفتح بشكل علني، وبرأي التيار فرصة تشكيل الحكومة قبل الفراغ الرئاسي لم تفت بعد. يعني موضوع ملف رئاسة الجمهورية يعني بوقته نحن هلأ صرنا صار مطروح اليوم للبحث، ونحن يعني التيار وكل القوى السياسية معنية بأنها تحدد خياراتها بمخص رئاسة الجمهورية، ولكن هذا ما بيصرف النظر عن تشكيل الحكومة. لدينا شهرين إلا شوي هن ضمن الموعد الدستوري اللي ممكن يتشكل حكومة فيه. ملف الرئاسي طبعا مطروح، ولكن لم يذهب إلى خطوات عملية. التيار الوطني الحر لم يتخذ بعد أي قرار بمخص رئيس الجمهورية. على ما يبدو أن الانتخابات النيابية هي الإنجاز الوحيد في المرحلة الراهنة بضغط خارجي، بانتظار كلمة سر عربية وأجنبية لإتمام ما تبقى من استحقاقات. ريما حمدان، قناة الجديد.